السلام عليكم. لعل غير قليل من المسلمات فضيلة الشيخ تتمدح بأنها عاملة، كان تقول عن نفسها مدرسة أو ممرضة أو طبيبة أو غير ذلك، وفي المقابل هناك أيضا غير قليل من المسلمات تخجل أن تقول عن نفسها هي ربة بيت، وتحرج أن تكون بين نساء يعملن خارج المنزل وهي تعمل داخل المنزل وتحمل، أو بل تخجل من وصفها أيضا ربة بيت، فهل من بيان لذلك؟ هذا من الفخر، كون المرأة ربة بيت نعم. تقوم بعمل بيتي، هذا من الفخر لا من الخجل. الخجل في الخروج وترك أعمال البيت، هذا هو الخجل. أما قيامها بأعمال بيتها فهذا شرف ومفخرة وكمال للمجتمع. كانت الصحابيات أفضل نساء هذه الأمة، كنا يعملن في البيوت. حتى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت تقوم بعمل البيت، كانت تحمل الماء، تحمل القربة على ظهرها حتى أثر فيها الحبل، وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فنساء الصحابة وهن أفضل نساء هذه الأمة كنا يعملن في البيوت ويقومن بعمل البيت، هذا مفخرة. نعم.